غتولي مبهور من راسك عام ولا عامين، غتولي انت كتقول واش انا هو هذا اللي تخرجت غير عامين هادي. لان يسوفي انك تمشي طابي دابا في جوجل شنو هما المهارات اللي مطلوبين 2020، وحاول انك انت توصل واخا غير 50%. والاغلبيه المهارات تقدر تكون عصامي، ما تمشي حتى لشي ايكول، تقدر تكون تجلس في الدار ويكون عندك اون كونيكسيون انترنت وتعلم بزاف ديال الحوايج. راه كاينين دي شين يوتيوب اللي كيعلموك كيفاش تخيط، كيفاش تطيب، كيفاش تكون ديزاينر، كيفاش تدير المونتاج، كيفاش تكتب القصه، كيفاش تصور، وتوصل لواحد النيفو اللي غادي واحد النهار غتخلع من راسك. يعني غير نسى راسك، ما تبقاش تسول تقول انا فين غادي فين غادي، غير سير في هذاك الطريق. ليلى شفقي مديره اذاعه خاصه، واليوم غنوريكم كي درت ليها. اي مهنه تخيلها كيف ما بغات تكون، طبيها غير في اليوتيوب وشوف شكون هما دوك الناس اللي وصلوا ليها طريقه مثاليه، يعني احسن واحد كيخدم في هذاك الدومين اللي بغيتي نتايا، وتبع لو كونط ديالو وحاول انك دير بحالو. راه الا غير كدير بحال واحد اللي نجح راه حتى انت غادي تنجح، ومن بعد ملي توصل لهذاك النيفو ديالو انت كون ديفيرون، عطي ديك لا توش بيرسونيل ديالك، شوف شنو كيديروا، شنو كيقراو، شنو هي لا روتين ديالهم، شحال من كتاب كيقراو، شنو هما لي سيت اللي كيمشي لهم. انا دوزت 5 سنين في لافاك حيت عاودت واحد العام، كنا كنشرحوا سراق الزيت الفيران. خديت لا ليسونس ديالي في لا بيولوجي اوبسيون علم الاجنه، ما عندي حتى شي علاقه بالاعلام. دوزت كونكور ديال لا فارماسي جوج مرات، ما نجحتش فيه الحمد لله. من بعد كنت انا قريت واحد العام لا لونغ اسبانيول حيت كنت باغا نمشي لاسبانيا، حيت كان الحلم ديالي فاش كنت صغيره ندير لا ميديسين. ما جبتش باك مزيان ودخلت لا فاكولتي دو بيولوجي جوستمون باش نقرب شويه لهداك الدومين اللي عزيز عليا. 5 سنين اللي دوزتها في لافاك علمتني انني يكون ليسبري ديالي منفتح بزاف، نقدر نتعلم اي حاجه، اي حاجه كتبان ليا سهله. دوزت ان ستاج بوندون 6 موا، خدمت دون ان اوتيل، درت اسيستون دو ديريكسيون. لو باترون ديال هذاك الاوتيل كان خاصو كيلكان بور فير لي تراديكسيون دو فرونسي على الاسبانيول. او ميم طون كنت بديت درت ان ماستر اون سيونس دو ماناجمنت، كنت كنقرا بالليل وكنت كنخدم بالنهار. دونك دخلت لو دومين ديال لي سيونس دو ماناجمنت، لو ماركتينغ، لا كومونيكاسيون، بدا كيعجبني هذاك لو دومين. ملي ساليت هذيك 6 موا كان واحد لو بروف ديالي عيط عليا وقال لي يا اون راديو كي فيان دو سو لونسي اي زون besoin de quelqu'un pour le management. Où j'ai dit l'entretien. Où je ne l'ai pas ni une aïe bzaf et yel l'oral amazirien. Parce que c'était une radio qui est amazirophone à 60%. Bdit en tant que responsable communication interne et relations publiques. Et le défi, c'était une jeune femme qui n'est pas de l'environnement des médias. Alors, on va attendre qu'est-ce qu'elle a à dire, qu'est-ce qu'elle va nous donner, qu'est-ce qu'elle va nous ajouter. Men bad, Bdit kan dir des formations. Elle a qu'al fil am kan dir 2-3 formations. Rédaction journalistique, management de la radio, en direction des programmes, comment gérer les équipes, comment gérer le réseau des partenaires, comment ramener de l'argent. Maintenant, ça, je suis اذاعه خاصه، يعني كتعيش بالموارد ديال لا بوبليسيتي. راه كنت بعض المرات كنجي للراديو مع 6 الصباح وما كنخرج حتى لجوج الصباح، مي ما كنتش كنحس بالعيا حيت كان عندي الشغف باش نتعلم واحد المهنه جديده. اي فيت جي غرامبي، جو سوي باسي من ريسبونسابل ريلاسيون بوبليك اي كومونيكاسيون انترن لكورديناتريس دي بروغرام. اي واحد ممكن يقرا الصحافه، يقدر يكون علمي، يقدر يكون داير تكوين اقتصادي، يقدر يكون داير تكوين ادبي. بالعكس راه مزيان الانسان يكون جاي من تكوين سوليد عاد يدير الصحافه. الصحفي هو اللي كيكون راسو عامر، عنده واحد الثقافه واسعه في جميع المجالات. هذيك الكتابه كتبقى غير اليه باش كيهبط داك العلم اللي كاين عنده في الراس. يعني باش تحاور شي واحد مسؤول خاصك تكون عارف بزاف ديال الحوايج، خاصك تكون كطرح اسئله اللي هي واعيه كونستركتيف اللي تقدر تجبد اكثر من داكشي اللي كنتي ناوي انك تجبده. يكون صحفي شامل، ما يكونش غير صحفي كيعرف يكتب، يكون صحفي كيعرف يكتب، كيعرف يصور، كيعرف يدير المونتاج، كيعرف يدير ديزاين، وكيعرف حتى تسير، يعني كيعرف حتى شنو هي المقاوله. تقدر نتايا تنشئ اذاعه ديالك ولا تنشئ موقع ديالك وتكون نتايا واعي بهاد لي دومين كاملين، واعي بهاد المهارات يكونوا عندك كلهم. انا كنصح هاد الشباب اللي عندهم ميول لهاد المهنه ان راه كاين طرق كثيره باش تربح فلوس ودير ان جورناليزم دو كاليتي.
اليوم الا بغيتي دير ان سيت ويب قلتي انا الا جيت ندير محتوى مهني جورناليزم دو كاليتي يقدر ما يتبعني حتى واحد، ولكن ممكن نتايا تبدا من اليوم تبني حجره بحجره القاعده ديالك، الناس اللي غادي يتصنتوا لك وتربح الفلوس بطرق اخرى. ممكن نتايا تبدا مع جوج ديال الناس معاك ولا غير بوحدك، تي بي برودوير دو كونتوني للناس اخرين اللي تخلص به، تقدر دير دي ماستر كلاس للناس اخرين، تقدر دير الايفينمونسييل، تقدر تخدم مع دي فونداسيون انترناسيونال اللي تي سبونسوريزيو لو جورناليزم دو كاليتي، ويكون عندك يعني دي فون اللي تخدم بهم العام كامل وتحافظ على داك لو جورناليزم دو كاليتي، ومن تما يقدر انت واحد اخر بحالك ثلاثه ولا اربعه الناس يبداو يبنيو هذا الشيء. هذا كنظن هذا الشيء كله غادي يتغير، لان غادي يجي واحد الوقت اللي ما غيبقاوش لي فيك نيوز. كنظن حتى واحد الجيل ديال الشباب اللي طالع دابا وواعي ما غيبقاش يتبع بحال هذوك لي سيت، ولكن غادي يبقى عنده واحد لا سواف ديال لانفورماسيون. منين غادي يجيبها؟ كيكون عندك سلاح اللي هو الدماغ ديالك، كيكون بيان ستركتوري، كيعرف كيفاش يدير لاناليز ليسبري كريتيك، هادي تصلح ليا هادي ما تصلحش ليا، كيفاش ندير لا سينتيز. كتولي كتعرف الخايب من المزيان، كتولي تي برون دو ريكول، ماشي اي حاجه جاتك كي لابسورب هكا. حنا راه كاينين في واحد لا بول اوني اونطوري بلي فيك نيوز كل نهار. واش نتايا اي حاجه سمعتيها غادي تيقها؟ واش ميمكنش نتايا الا شفتي واحد العنوان ما يقولكش دماغك سير قلب وشوف اشنو هذاك الشيء علاش كيهضر؟ هذا هو ليسبري كريتيك. تعيش كانسان فاعل ماشي كإنسان مفعول به ولا باسيف. الوعي شي حاجة مهمة بزاف، اي سي سكي في لا ديفيرونس انت لي سوسيتي.